أحداث البداية وصافرة البداية. تحياتي بلا كايسيدو مع الكرة. كايسيدو 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 هرب كايسيدو يا ولد يا كايسيدو، ويصفر المرة دي مع رامباليني. فيها خطأ، ضربة حرة على ألفارو جونزاليز من نصيبها، فيها خطورة الأبهى. وهنا سعد بجير، سعد بجير ونواف العقيدي رجعت على طول عند أمين الصعطوشي. أمين عطوشي يتقدم مبكرا لمصلحة أبهى. 1-0 1-0 من بدري أمين عطوشي يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي أبهى. تمريرة أمامية وهنا المحاولة. رونالدو الكرة فيليب كايسيدو، لعيب كويس قوي فيليب كايسيدو، يمر الكرة ولكن صعب، لكن هي تقطع وردت مرة ثانية. محاولة من اليمين عبد الفتاح آدم ولكن التسديدة من أحضان نواف العقيدي. أندرسون تاليسكا يمر تاليسكا تافو في اليمين عند سلطان الغنام. الغنام يلف عرضية عالية ولكن أمين منه سعد السلولي. عبد الله الزوري يمر الكرة عند فيليب كايسيدو إلى سعد السلولي. يهرب له غريب لكن هو نقلة حلوة قوي في الجانب الأيسر. خسنا كونر عرضية من وسط الملعب وبيتحرك. قوة بدنية هائلة لسعد السلولي. البينية حلوة لآدم اللي يسدد. ضغط ألفارو جونزاليز من جانب نادي النصر راضي، ومحاولة من جانب سعد السلولي. مع الكرة سعد سلولي، يمر سعد سلولي في أقدامه لكن نشوف الكرة الخطيرة دي. الكرة دي خطيرة من الصليهم بينية ولكن ترجع في وسط الملعب للصليهم. يلعب إلى لويس جوستافو، إلى رونالدو، لجوستافو، إيفارو جونزاليز. نزلت عند سعد بجير. هنا الخطورة هنا عبد الفتاح آدم اللي بيسجل وبيرفض إنه يحتفل. دفاع النصر يكبد النصر ثمنا غاليا. هدف أول عن طريق عبد الفتاح آدم. 1-0 ثلاثة من لعيبة رجعت في اليمين إلى سلطان الغنام على الأرض إلى رونالدو. رونالدو يسدد لكنها عالية وإلى الثاني. وصلت عند سلطان الغنام. فيها خطورة العرضية، فيها خطورة والتسديدة من غريب. لامي زكريا سامي لعب الكرة عند كايسيدو. خطيرة. وهنا التدخل والإنذار على عبد الله الخيبري. متر تقريبا وسعد بجير. سعد بجير خبطت في الحيطة ولكنه ولعب البينية الحلوة لسعد سلولي. سعد سلولي يلعب بينية يا راو. رونالدو يمر بعرض الملعب. رونالدو اتلعبت، نزلت في وسط الملعب عند سعد بجير. سعد بجير يمرر. هنا التدخل من أصليهم وخطأ ضربة حرة من نصيب سعد أسلولي وإنذار على عبد المجيد. مرد يا سعد بجير يا ولد. نقل واحدة في الجانب الأيسر إلى سعد أسلولي. أسلولي هو اللي كان طلع الكورة، وتمريرة أمامية عند رونالدو. رونالدو وسعد ناطط. سعيد عايز يعدي، مرارة حلوة عند رونالدو. هرب رونالدو، عرضية من رونالدو ومحاولة لكن أمين عطوشي. تافو جاله في وسط الملعب الخيبري، لعبها عند تاليسكا مرت صديقي. اتلعبت سريع عند عبد الرحمن غريب. يا لعيب يا عبد الرحمن يا غريب، لكنها خبطت في المدافع وغتافو. جوستافو من الجانب الايسر لعرضيه عاليه. الباس طلع، نزلت في تالي. هيرجع لجوستافو، رجع عند لويس جوستافو. عرضيه رونالدو براسه ولكن في النهايه سهله عند ديفيز ايباسي اللي يمسك الكوره بكل كونان يلف العرضيه جوه المنطقه. رونالدو استلم، هيا يضغط الخيبري الى مران بينيه حلوه لغريب. غريب يا راجل عندك زاويتين يا راجل، لكن وحش ديفيز ايباسي الى ركنيه. يا راجل فرص رائعه من النصر والفارو جونزاليز. لغستان كونان من الجانب الايسر يمر. يا لعيب اللي كانت رجعت. شوف عبد الرحمن غريب، شوف هنا الكوره. هنا بقى بص الباكورد وصر، لكن بص الكرة جوه المنطقة. غريب لعرضية من غريب لتاليسكا. يا لعيب لكنها بمحاذاة القائم الأيمن. غريب يمرر الكرة غريب لكن خبطت في سعد بجير، خدها غريب وهنا بقى الدفعة. ومرة ثانية فرناندو رامباليني يحتسب خطأ لمصلحة نادي النصر. قالوا حل ما شاريبوف على الطرف لكن آدم يا ولد عد عبد الفتاح لكيسي، لكن المرة دي يضغط دفاع أبا كويس. عرضية من غيست الكرة لغريب جوه المنطقة. عدد ديفيز إيباسي وقفها حلو قوي عبد الرحمن غريب. يا ولد لكن يطلع العمري، ترجع إلى زكريا سامي بينية حلوة. يا لعيب ولكن نواف العقيدي. والمرة دي غيست الكرة، لسه الخطورة
عدى لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى لقى بينية حلوة لسعد بجير ولكن غزلان كونان والكرة غريب يلعب كرة طويلة عالية تاليسكا استلم تاليسكا تاليسكا مرمى عرضية لكن أفلين المرمى لعيبة أبها أفلين المرمى لعيبة أبها مش عايزة تخش للنص لكن إيفايلا غزلان كونان بدأت تبان المساحات في دفاع أبها ورونالدو إلى الحسن مرة ثانية من جديد علي الحسن هرب 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 علي صادق الحسن لعب ربا ييجي بدأ دلوقتي بيحاول نادي أبها أنه يضيق الخناق بل يصل لهدف تاني يصل لهدف تاني يا راجل يا راجل يا راجل يا عبد الفتاح يا آدم اتلعبت له حلوة من سعد بجير إلى تاليسكا تاليسكا لعب الكرة لرونالدو رونالدو وسع رونالدو رجعت لتاليسكا يا راجل يا راجل على يسار الحارس نزلت الكرة مرة تانية وصلت إلى مران لرونالدو جير في تغييرين قادمين وبينية حلوة لعبد الفتاح التسديدة مرت لخارج الملعب مران يلعب عرضية عالية مران عدت من قدام رونالدو وفي الجانب الأيسر إلى غسلان عرضية من غسلان لكن عطوش يطلع نزل في غسلان يستلم قدامه مساحة قدامه مساحة غريب وسع غريب وسع غريب وسع لعب الكرة عايز يمرر عند تاليسكا لكن تتقطع إلى مرتدة ولكن يظبط حائط الصد بتاعه في أرضية الملعب من مسافة بعيدة رونالدو يسدد رونالدو شاريبوف جلال الدين مشاريبوف يا ولد يا ولد على المراوغة لعرضية عالية لمصلحة نادي أبها مرور من نواف الصعدي عدى نواف الصعدي شوت نواف الإله مع الكورة عبد الإله عبد الإله عبد الإله عبد الإله سقط عبد الإله وزكريا سامي بالإنذار الثاني طرد زكريا سامي رونالدو استلم رونالدو رونالدو يحط الكرة حلوة إلى مشاريبو الكرة إلى رونالدو 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 بيلعب قصيرة لسلطان الغنام الغنام عرضية لسه الكرة جوه المنطقة مران نزلت محاولة لسه الخطورة كرة عالية النص بيحتسب ركلة جزاء للنص وإيباسي إيباسي وتاليسكا وإيباسي تاليسكا نواف 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 بوشل عد 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 نواف دخل جوه المنطقه نواف جمهور النصر الان طبعا مش هيستريح الا لو النصر وسع الفارق او الحكم اطلق صافره النهايه وسعد بجير بياخد انذار الملعب الى ماتيتش ماتيتش يمرر الكوره محاوله تسديده من عطوشي ولكن هنا يصفر حكم المباراه خطا ضربه حره لمصلحه نادي ابها واقف على التنفيذ سعد بجير سعد بجير يا ولد يا سعد ولكن نواف العجيدي حلوه من سعد بجير ولا صافول تاخره الى